هدوء عاد يخيم على محيط سد الموصل مع انتشار قوات البشمركة هنا، فقد نجحت هذه القوات الكردية باستعادة السد من مقاتلي داعش تحت غطاء جوي أمريكي. جرى قتال عنيف مع مقاتلي داعش وتمكنا من السيطرة على السد، ولكن داعش فخخ محيط السد، ولذلك اضطر فوج الهندسة في البشمركة للتدخل وتفكيكها. ولكن المدينة نفسها ما زالت تشهد اشتباكات لاستعادة السيطرة عليها. شهود تحدثوا عن إلقاء طائرات حكومية عراقية مناشير تحث الأهالي على مساعدة الجيش والبشمركة لاستعادة الموصل من داعش، علما أن هذه المدينة كانت الأولى التي وقعت بيد المسلحين المتطرفين بسرعة قياسية. القوات الأمريكية لم توقف كذلك ضرباتها الجوية، إذ أعلن البنتاغون عن توجيه ضربات جديدة تستهدف معاقل التنظيم في الموصل. ضربات جاءت بعد ساعات على كلمة وجهها الرئيس الأمريكي باراك أوباما ردا على إعدام داعش للصحفي الأمريكي جيمس فولي وإعلانه أن التنظيم سرطان يجب استئصاله. أما مدينة تكريت الثانية التي وقعت بيد داعش فما زالت تشهد اشتباكات وعملية كر وفر بين الجيش العراقي الذي يحاصرها من دون أن ينجح بالتقدم إلى داخلها، ومقاتلين من داعش يظهرون مقاومة شرسة بحسب وصف سابق للجيش العراقي الذي كان أطلق عملية لاستعادة هذه المدينة قبل أيام. راغدة بهنام، العربية.